مهندس عدلي القيعي بينفي التصريحات المنسوبة إليه. نفى المهندس عدلي القيعي رئيس شركة الأهلي لكرة القدم كافة التصريحات التي نسبها البعض إليه خلال ظهوره على شاشة قناة الأهلي أمس، والتي تناولتها بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من مصادر غير دقيقة. وأضاف أن هذه التصريحات التي تمت الإشارة إليها غير صحيحة بالمرة، وأنه لم يتناول في حديثه عن وجود أي مفاجآت تخص النادي خلال الفترة القادمة. يا جماعة، المهندس عدلي القيعي قيمته كبيرة جدا جدا بالنسبة لنا، ولكن أنا بتكلم بالشكل العام. لو في حاجة صدقوني هنطلع نقولها لحضراتكم بشكل واضح، هنطلع نقولها بشكل واضح. لكن مفيش حد هينفع يطلع يقول اصل احتمال يحصل مفيش. النادي الاهلي ما عندوش كلمه احتمال، ما عندوش كلمه احتمال. الحقيقه من بعد الحلقه بتاعت ملك وكتابه لغايه امبارح او لغايه النهارده، ناس كتيره جدا بتقول، قعدت اتفرج على الحلقه كلها ما لقيتش حاجه زي دي. ده فيديوهات واضحه مسجله يا جماعه، اللي عايز يخش يشوف ماذا قال المهندس عدلي القيعي فيما يخص اي حاجه يتفرج على ملك وكتابه. لكن اختراع الموضوع ده حاجه غريبه، هو ده اللي مزعل الواحد النهارده. عشان كده دايما بقول لحضراتكم خلي بالكم من الحرب الرياضيه اللي بتحصل. اللي بيحصل خلال هذه الفتره ان كل الناس عايزه تضرب في استقرار النادي الاهلي باسم كبير زي المهندس عدلي من خلال قناة النادي الأهلي ومن خلال الموقع الرسمي. لا يا فندم، لو في حاجة سنعلن مباشرة على جمهور النادي الأهلي. هو احنا لما يبقى الواحد عنده حاجة وعايز الجمهور يتبسط مش هيطلع يقولها؟ بعدين المهندس عدلي ده تزعلوش مني، يعني انا ما كلمتوش بس انا شفت الفيديو. المهندس عدلي ده وعنده خبرة، يعني انا آسف جدا، قعد وعمل صفقات بعدد شعر راسه، واشتغل في كل قطاعات النادي بمختلف الرياضات مش كرة قدم بس، فالخبرة سنين طويلة جدا وكبيرة جدا. فهل ممكن لو عايز يقول حاجة ما هيقولها؟ هو المهندس عدلي بما له من قيمة كبيرة جدا لو عايز حاجة هيقولها، وبما انه رئيس شركة كرة القدم هيقولها، هيقول اللي هو عايزه. ولكن النادي الاهلي ما تعودش على هذا الكلام، واكتر حد يعلمك الكلام ده عدلي القيعي. يعني اكتر حد يعلمك النادي الاهلي بيعمل ايه وما بيعملش ايه مهندس عدلي القيعي. فاي حاجه بتبقى طالعه منه عارف هي رايحه فين، وما بيقولش كلام مرسل، يعني ما بيطلعش يقول كلمتين وخلاص. الكلام ده ما بيحصلش داخل النادي الاهلي، ومع المهندس عدلي القيعي ما بيحصلش. فيديوهات موجوده على الصفحة الرسمية للقناة، خشوا اتفرجوا وشوفوا، لو حد شاف حاجة بيقول لي، أو لو حد سمع حاجة يقول لنا، لأنه ده لم يحدث ولن يحدث. لما يبقى في حاجة هتلاقوا من خلال الموقع الرسمي ومن خلال المهندس عدلي القيعي في برنامجه هيطلع يقول لحضرتك بوضوح إذا كان هناك شيء هيحصل، واحد اتنين تلاتة. ومن خلال كل البرامج 10 الصبح وهنا وهنا وهنا، كل البرامج لغاية الساعة 11 12 بالليل ولا واحدة بالليل، لو في اي حاجه هنطلع نقول لحضرتك من خلال قناه النادي الاهلي والموقع الرسمي.